سلام السور ولا النزول. هاي نهضروا على البريكس، هذا الطفل يحب يدخل في البريكس. اقسم بالله ما على باش كاع واش معناتها بريكس. ناخذ مقعومبو هذا التوبون، هذا هو يحب يدخل البريكس، واش يدير؟ باش زعما يدير العلاقات مع لاشين والروس وهادوك باش يحميوه كي يدير الكره مع مروك. هذا ما كان عنده اكثر من كره في جروب تاع بريكس، فيه لاشين، فيه الروس والكترا، الروس ولاشين هما الكترا زعما اللي يتكل عليهم باش يعاونوه كيفاش يحارب، يدعم البوليزاريو ويحارب. ما عنديش مشكل، باسكو شاف المغرب جاب وجاب اسرائيل، جاب اسرائيل وامريكا وكلشي، يقول لك انا ندير لو كونتر بوا، قال ندير ندير علاقات مع الروس ولاشين وخلاص نكونوا شغل ايكيليبري. هذا ما كان واش قال لك نديرو زعما العلاقات باش يكون عندنا الكوميرس، نديرو زعما ترامب، حاب يدير ترامب لافريك، علاش حتى دير تدخل في بريكس باش دير العلاقات، باش دير البروجي. ايه تقدر بلا ما تدخل بريكس، بلا ما تدخل بريكس دير شركات مع اجنبيه اللي حبيت. هذا ما كان، علاش حتى ندخل بريكس؟ هذه غير سبه برك على بالك. هو واش نقصدو باش يحميوه هذا تفون وش نقريها، باسكو حبوا يديرو ومام تو حبي يدي شيعه، فهمت؟ حب يجيب كيفاش يقولوا الشرعيه مع عند هاد اصحاب البريكس. ومن بعد شغل يتنفخ على الجزائري، شفت باش زعما الجزائريين يصفقوا له ويقول بابا، يقولوا له زعما يعطيك الصحه يا خويا يعطيك الصحه. هو ما دار والو، هو على باله، هو مدخلش بال ما دخلش باش زعما يدير علاقات مع زعما اقتصادية ولا لا، على باله، على باله غير يهف يكتب منه كلش، مدور عليه شي جورناليست 4 دورو يدعموا فيه، هما يعطي لهم تشيبا كدا يقولوا له انت فهمت. خسرنا في الدراهم، هو ما لابريش بالجزائر ولا الجزائريين، هو يحب يدي شيعة. هاك شوف الدراهم كاع مدهم واحد البلاد، مدهم للروس، مدهم لاشين، مدهم برازيل، ندير كاع دراهمنا. علاش ينتقم منا؟ باسكو حنا ما مستعرفوش به، على بالو، على بالو بلي حنايا الشعب الجزائري، على بالو بلي جابوه العسكر، جابوه لي كابورو ماشي العسكر، ويتخبى مول العسكر. هاي وضيعنا في المليار و 500 يورو، 500 مليون يورو. هادو شوف كان يحب صح نيتو صافيه ويحب يدير الاقتصاد ويعاون، شو يدير؟ شكون يخدم؟ شكون يخرج البلاد من الازمه؟ شعبها، شعبها. هذوك المليار كون عطاهم الجزائريين شحال مليار و 500 مليون، شحال حنا رانا 50 مليون. كون عطانا 50 مليون، مليون 50 مليون دورو، كل رانا 50 مليون، كل جزائري يعطوا له مليون يورو يدير بها شركات، يدير بها لي زونتربريز، يدير بها واش ستارت اب. الجزائريين يرفدوا البلاد ويدبر راسو، اللي يحب ياكلهم ياكلهم، اللي يحب يفواياجي بيهم يفواياجي بيهم، اللي يحب يخدم بهم يخدم بهم، خلاص. علاش حتى تجيب لنا تمد الدراهم الاجانب وتضيع الشعب؟ فهمت واش راح يديروك الاجانب؟ تاع بالك يخموا عليك؟ مدى بهم عطيهم درهم، مدى بهم يعيشوا بهم، يعيشوا بهم الشعوب تاعهم. فهمت؟ هادو ولاد الحرام على بالك، حنا بينو بلي ولاد الحرام. شفت ما على باش كاع بالشعب الجزائري، اللوبيا ما كاش، العدس ما كاش، هو يصدق هكذا يعني. يصرف الدراهم هكذا اكوشي ادروات. فهمت؟ كون هذوك الدراهم عطاهم الجزائريين يديروا شركات، يديروا ستارت اب، وكل واحد يخدم خدم، كل واحد يدير بهم مشروع، ماشي خير، ماشي ترفد البلاد، ماشي البلاد تولي كما يقول لك قوة ضاربة، وضيعنا بالأموال تاع كاوتي بالك. واد العصابة هادي عصابة عصاك عصابة ومجرمة، ماشي غير عصابة برك. العصابة الأولى كانت عصابة وخلاص تسرق الأموال، بصح ماشي مجرمة. هادو عصابة يسرقوا الأموال ويقتلوا في الجزائريين ويضيعوا،
يديروا هكذا، ومن بعد واش المخرج تاعهم ما عندهمش البريك صراحة لهم اللي كانوا يتاكلوا عليه باش يتنفخوا على الجزائريين، يتفرعنوا على الجزائريين راحت لهم. درك من السنة كيما قلت لكم، كيما قلت لكم نلم الشم، حنا بكري نلم اوني داكور، حنا جزائريين ما رناش في الكيرة بيناتنا، ماشي كان شي انجليا سيفيل. توما اللي خلقت المشكل، حنا جزائريين راه متحدين، ما تخلطوها لناش، انتوما راكم تفرقوا في الجزائريين، تبعتوا هاد المرتزقة وسبوه في الأمازيغيين وسبوه في العرب وسبوه هكذا باش تفرقوا. هذا واش عندكم، هذا هو البروجي، هذا هو، ومازال راه على بالي تضغطوا حتى الشعب الجزائري يركع لكم. اسمح لي، الأحرار والو، الأحرار والو، حنا مازلنا واقفين لا شهداء ولا مجاهدين ولا الجزائريين الأحرار. فهمت كيفاش؟ عقابكم حتى تخرجوا، توما عصابة مجرمة. هاولا صح، هاوتي كما قلت لكم، الحراك ثم الحراك ما عندهاش حتى الحل، حراك تاع استحضرك.